بالنسبة للمسألة الإضراب اليوم، إضراب كان ناجح سعودي الإنسجانية ملول، نقدروا نقولوا بأن الإضراب ما بين 90 إلى 98%، إذا هناك واحد مشاركة واسعة بين النساء ورجال التعليم وفي هذا الإضراب هذا، وهي مجرد بداية لأن الانخراط ديال الأساتذة والأستاذات في هذا الإضراب هذا دليل على أنهم يعيشون وضعية مزرية هشة مما أدى بهم إلى التعبير عن سخطهم وعن غضبهم في عيد أو في اليوم العالمي للمدرس. ومن هذا المنبر أريد نوجه الدعوة إلى جميع لأن كلما ابتعدنا عن العمل النقابي كلما يعني ضاعت مطالبنا، وكلما ابتعدنا عن المؤسسات الدستورية كلما ضاعت مطالبنا، وهنا أقصد مؤسسات دستورية، وأنه إذا كان هناك خلل في النقابات يجب أن نعالج هذا الخلل ونحاربه من داخل النقابات وليس من خلال تبخيص العمل ديال النقابات من الخارج. قد نتفق وقد نختلف أن هناك مجموعة من القرارات قد يأخذها مثلا قيادات نقابية، ولكن هذه القرارات قرارات القيادات النقابية ليست قرآنا منزلا، فهناك هياكل وهناك أجهزة يمكننا من داخلها أن نحاسب أي قرار أو أن نلغي أي قرار وأن نحاسب أي مسؤول نقابي قام واتخذ قرارا فرديا لا يمثل التوجه العام للنقابة. وبالتالي فنحن كنساء ورجال التعليم مطلوب منا أننا نتوحدوا في إطار اللي يكون دستوري، ونتمنى أننا ما نمشيوش وراء الانفعالات ديالنا وراء يعني الشعارات الرنانة بحيث نوصلوا لشي أمور لا تحمد عقباها. يعني بما معناه يجب أن نناضل وسنبقى في الساحة نناضل بالشكل الذي يليق وفق مؤسسات دستورية، وفق يعني إطارات نقابية اللي هي جادة وإطارات نقابية اللي هي ديمقراطية ولها تاريخ في انتزاع المكاسب، مكاسب لنساء ورجال التعليم. مسألة أخرى مرتبطة بهذا النظام الأساسي الذي تريد وزارة التربية الوطنية أنها تخرجوا بصفر درهم، راه نعود نكرر راه ما يمكنش نظام أساسي تنقلبوا على الجودة في التعليم وفي المدرسة العمومية بصفر درهم، هذه الأمور غير مقبولة. غادي يقولوا لنا راه كاينه مدرسة ديال الريادة راه فيها واحد التعويض ديال 833 درهم بالضبط يعني في الشهر، هذا الأمر هذا إذا كان غيكون شي تعويض فهذا التعويض هذا يكون يعني داخل الراتب الأساسي، وخص يتغيروا الأرقام الاستدلالية إسوة بنظامات أساسية أخرى في قطاعات أخرى حتى لا نبقى يعني عرضة لأهواء المسؤولين والقرارات العشوائية التي قد يتخذونها. ومرة أخرى أؤكد دعمنا لجميع داخل النقابة الوطنية للتعليم لجميع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وأجدد كذلك التأكيد أننا النظام الأساسي الحالي بهذا الشكل نرفضه تماما، خصوصا أننا نحن كنتميو لفئات يعني منها الزنزانة 10 منها المقصيين من خارج السلام يعني بأطار إداري ومالي، ثم منها الملحقون التربويون، ملحق الإدارة والاقتصاد، المتصرفون، مفتشون إلى غير مجموعة من الفئات يجب أن تجد نفسها في هذا النظام الأساسي الجديد. بالنسبة يعني هناك مجموعة من القرارات قلنا الانفرادية التي تتخذها الوزارة جعلت أن الشارع يفقد يعني الشارع ديال المنظومة التربوية يفقد الثقة في الجسم النقابي على أساس أن الجسم النقابي يتم تخوينه من الجميع وأنه كيف ما تقولوا بالدارجة بعد الماتش إلى غير ذلك. أنا تنعود نكرر أن العمل النقابي إلا كنا غادي نمارسوه من الداخل ولا نمارسه من الخارج. ومسألة أخرى أن ما أحوجنا أننا نعود نرجعوا للعمل النقابي الجاد ونتنظموا داخل العمل النقابي الجاد، لأنه هو الوحيد الكفيل يعني بانتزاع حقوق اللي هي مؤسساتية ومطالب اللي هي مشروعية للنساء ورجال التعليم. لأن السؤال مطروح هنا، احنا غادي تنزل معنا احنا على فرض كاين واحد العدد كبير من تنسيقيات، عدد كبير جدا،
كاين الثانوي كاين الابتدائي كاين الاعدادي كاين الزنزانه 10، الزنزانه 10 فيها ثلاثه الفئات، فيها الناس ديال 95 96 97، فيها ضحايا النهضه النظامين، فيها الافواج ديال 93 94، فيها كذلك الافواج من 98 الى حدود 2005، كاين الافواج كذلك من 2005 الى 2008، اذا فئات داخل فئات داخل فئات. هذا بالنسبه للزنزانه 10، نفس الشيء بالنسبه للاطر ديال التوجيه والتخطيط، دير واحد المجموعه ديال الفئات على فرض اننا حنا نجحنا واستطعنا اننا نجلس معنا الدوله باش نحلوا هذه المشاكل هذه. واش في نظركم شكون المشكل اللي غادي نسبقوه الاول؟ هنا غادي تبان واحد النوع من الانتهازيه فيما بين الفئات، وهنا هو الاشكال الاكبر. اذا الا كان غادي شي مطلب غادي نرفعوه جميعا، فالمطلب الاساسي هو الكرامه، هو العداله الاجريه. اذا كانت الكرامه ديال النساء ورجال التعليم تتوفرها لهم الدوله من خلال القوانين والترسانه القانونيه اللي تتصدرها، وكذلك العداله الاجريه من خلال الزياده يكون العيش الكريم لنساء ورجال التعليم وتوفير ظروف الراحه والعيش الكريم، فانا ذاك غادي نقولوا اننا نقدروا نحققوا المطالب اللي هي فعلا عادله وفعلا غادي تعطينا التحفيز وتعطينا الجوده الى غير ذلك. اما من خلال اننا جيو نهبطوا للشارع دابا حنا راه متوحدين، ولكن ملي غادي باش نجلسوا نفرقوا ونفصلوا في هاد المطالب هادو، تما غادي يوقع خلل وغادي يكون اشكال. ناهيك على انه من الصعب ان الدوله انها تجلس مع كل تنسيقيه على حده، لانها تتقول لك اطار غير مؤسساتي، والتاريخ راه هو يعني يسجل لهذه الامور، يعني امور ليس بجديد هذه المساله هذه. وتحيه.